السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني الأفاضل الأعزاء، الله يجزاكم خير، أشكركم على جهودكم اللي في هذا الأسبوع معي، وفي النظافة والأمور اهتمتوا فيها بشكل كثير، لكن في اثنين أو ثلاثة بمعنى صح هم اللي يستاهلون لفتة خاصة، اللي هو الأستاذ شيخنا أحمد سعود وعبد العزيز الشهراني وإسماعيل نصار. إسماعيل ويا أحمد قلت لهم سووها مرتين، أنا ما درت عنهم صراحة، نظفوا الممرات اللي هي الدواليب اللي عندنا بدون والله ما أدري عنهم، جاني خبر من واحد من الشباب صراحة أعتقد أبو خالد، كذلك عبد العزيز كان له لفتة أنها في بعض الفرش فيها تعديلات وعدل بعض الأشياء. أنا صراحة أقول الله يجزاكم خير على الشيء اللي سويته لكم مني، أني بكتب الأمر هذا للإدارة وإن شاء الله راح تكافئكم، شيء ما كان مشاهد بالنسبة لي ولا المشاهد كذلك الأخوي، لأنه بحكم أنه كان داخلي جدا في مكان الدواليب، لكن مثل هذا الشيء أشجع صراحة وأحبه وأيده، وصراحة ما قصرتوا، الدواليب كلها تخصنا إحنا وأنتم سويتوا كل شيء هذا منكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جزاكم الله خير، يعطيكم العافية، الله يسعدكم، معلش طولنا عليكم. خلنا نفتح ماشي ان شاء الله يا شباب. معليش محسن، شباب صلاة العشاء ان شاء الله بيكون في درس مهم عن الأذان والإقامة، يهمنا جميعا ان شاء الله، احكام خاصة بالأذان والإقامة، كنا نحن ما شاء الله كلنا صرنا مؤذنين نسم، فيهمنا يعني درس وأما كذلك. الله يسعدكم، الله يجزاكم، بس الدكتور موجود، الدكتور موجود الآن، بس من على السريع نتسنى الله أكبر. سبحانك اللهم تبارك اسمك ربنا العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كل هذا الناس من كفر عليهم، سبحان الله سبحان الله سامحني يا ابو وجود، قلت لي اقدر عليه هم عاد كيف، بس انا ابرد ذمتي، الله يسعدك. مشكور والله، جانا واحد وقال لهم مرتين وهم ما تدري عنهم. حمد الله والله ما ادري، ما شفت، مدحتكم كلكم، قلت الله يجزاكم خير، وها اثنيت عليكم، بس اللي سووه البارح مع سطل النبي حقد علي منصور منصور بننظف.